أول شيء يسعد مساك صديقي والأخوة المشاهدين. طبعا بغض النظر عن العقوبات الاقتصادية، هناك يعني نوعا ما أمور سياسية متعلقة بروسيا، العلاقات بين روسيا الإيرانية، ونعرف جيدا أن روسيا تدعم السياسات الإيرانية تقريبا وفي كل مكان، ونعلم جيدا حتى بالتاريخ أن هناك ليس هناك أي حرب كانت مشتعلة بين روسيا وإيران في أي فترة من التاريخ. هذا يعني في هناك تفاهم نوعا ما سياسي بين الأطراف من خلال التاريخ، ولكن الواقع الآن يفرض على روسيا أخذ بعض الأوراق السياسية على عاتقها. يعني بعد الحرب يعني تريد روسيا الآن أن تفرض نوعا ما واجهتها الدبلوماسية وواجهتها السياسية على الساحة الدولية للقبض على ورقة معينة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وتعطيها بهدوء. يعني الأمريكان الولايات المتحدة الأمريكية دائما تتعلم أن تستهلك كل الحروب لصالحها، نتائجها طبعا نرى كل شيء يصب في صالحها. فروسيا الآن تريد ورقة إيران نوعا ما للتروج بها، إذا كان من قبل لا تهتم بهذا الموضوع، يعني كان ما في اهتمام جدا جدي بالنسبة للمفاوضات، وكانت عاطي نوعا ما سماح للحكومة الإيرانية بالتفاوض يمكن لمصالحها الشخصية، ولكن الآن انقلب نوعا ما انقلب الامر. وزياره الوزير رئيس وزراء اسرائيل البارحه كان في موسكو، كان اعتقد انه في بعض المواضيع، يعني كان في موضوعين طرحوا في موسكو على حسب معلوماتي. الموضوع الاول هذا الاتفاق النووي والمفاوضات النوويه مع النوويه لايران، والاخ والطرف الثاني هو روسيا، واعطت دلائل لرئيس وزراء اسرائيلي ان الجماعات النازيه في الجنود في اوكرانيا كانوا والجيش الاوكراني كانوا مستعدين لانتاج قنبله نوويه قذره، واعطاها كل الدلائل. وتعرف جيدا ان النازيين لهم عداء تاريخي مع اليهود. فهناك يعني خلينا نقول بس مجرد 5 ثواني، روسيا تريد ان تستخدم بعض الاوراق من قبل استخدمها الان، هي نوعا ما في عزله دبلوماسيه نوعا ما من اجل الحرب، فتريد ان تستخدم انها موجوده ضمن الاطار العالمي وتقدر ان تؤثر على الاطراف الدوليين لتحقيق بعض المصالح الجيوسياسيه او الجيو ما يسميها مصالح الخليج جيو دبلوماسيه. خلينا سيد سياسية. دكتور إلي، هذا الواقع الذي تحدث عنه دكتور محمود، هذا الواقع الجديد الى اي مدى صب في خدمه ايران؟ ونحن نرى كيف يحرص المجتمع الدولي على التوقيع على اتفاقيه نوويه وطي هذه الصفحه. مساء الخير، تحياتي لك وإلى ضيوفك الكرام وإلى جميع المشاهدين. بالطبع كما ذكرت أن هذه الأوضاع تصب في خانة إيران للخروج من المأزق التي كانت فيه حتى اليوم، استنادا إلى هذه المشكلة أي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من النووي، وخاصة خروج إيران عن من المجتمع الغربي أو المجتمع الدولي الذي نسميه المجتمع الدولي، وهو المجتمع الغربي التي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أيضا اليوم تقع إيران في مخزأ آخر، فنحن نعلم أن العالم قد تغير، وهناك كانت الهيمنة الأمريكية منذ نهاية الحرب زوال الاتحاد السوفيتي، وإقامة اليوم عالمين، العالم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان في السابق يعتبر العالم الحر، واليوم هناك اليوم العالم الحر الجديد الذي بدأت موسكو منذ وصول الرئيس بوتين على تأسيسه، وكانت تعتقد أن إيران ستشاركها في ذلك وشاركتها في ذلك، كما أيضا الصين وبعض القوى الأخرى مثل في أمريكا الجنوبية. دكتور، لكي أبسط الموضوع، أنت تقصد أن إيران لم تعد تواجه مشكلة من الولايات المتحدة، وإنما هي على أبواب أن تواجه مشكلة من الولايات المتحدة وروسيا، هذا ما أفهمه منك؟ هي بين، نقولها في الفرنسية، بين بين المطرقة والسندان إذا أردنا أن نصطلح بالعربي. طبعا هذه العبارة في اللغة العربية، فهذا هو المغزى الذي تقع فيه إيران، لا تريد الخروج من العالم الحر الجديد الذي ترأسه موسكو، وفي الوقت ذاته تريد أن تعود إلى الساحة الدولية وتخرج من هذه العقوبات، وأيضا أن تستعمل ربما هذه المعطيات لبيع الغاز في الدول الأوروبية خاصة، وهناك هذه العقوبات على موسكو. هذه جزئية مهمة جدا سوف آتي إليها. تركيا. هذه جزئية مهمة جدا سوف آتي إليها بعد قليل، لكن قبل ذلك سيد جون بيير، ما هي التخوفات لدى
أطراف التفاوض من أن تنسف روسيا وهي أيضا طرف مفاوض أساسي أن تنسف التوقيع على الاتفاقية في حال لم يتم تقديم الضمانات التي طلبتها، لا توقع الاتفاقية النووية، وفي هذه الحال وكأنها ترد الصاع صاعين للغرب هنا، أي مقابل ما يحصل في أوكرانيا، وأيضا ترد عليهم بجبهة النووي الإيراني. مساء الخير للجميع. هذه المسألة التي كانت معقدة جدا أصبحت شائكة اليوم مع الأزمة الأوكرانية والحرب التي شنتها روسيا على جارتها الأوكرانية، إذ مثل ما ذكرتم بكل وضوح يمكن لروسيا أن تحاول أن تلعب على هذا الوتر الحساس كي تكسب ضمانات، وهو ما صرح به بكل وضوح السيد لافروف وزير الخارجية الروسي. إذن هذا يضيف شكوك جديدة على ملف كان على طريق الطي، يعني الكل كان يريد أن ينتقل إلى المرحلة التالية، وإن كانت هناك صعوبات، طبعا هناك صعوبات جمة في الملف بذاته، ولكن مع دخول روسيا في الأزمة الأوكرانية واستعمال هذه الأزمة للضغط على حل الملف الإيراني، هناك شكوك جديدة. مع ذلك أظن أن لمصلحة إيران كما لمصلحة الولايات المتحدة والغرب بشكل عام الوصول إلى اتفاق وتي الصفحة، مما قد يسمح لإيران أن تعود من بين الأمم التي تشترك في تصدير مثلا الغاز والنفط، وهما مادة غزيرة في الجمهورية الإسلامية. سيد ودكتور محمود، سمعت ما قاله السيد جون بيير وأيضا دكتور إلي، هل هذا السيناريو مطروح أن تنقلب الصورة بأن تصبح روسيا هي من تعرقل التوصل إلى الاتفاق؟ وأيضا روسيا كيف تنظر إلى الأصوات التي بدأت بالظهور في إيران والتي تطالب بالابتعاد أكثر عن الموقف الروسي؟ يعني نكون واقعيين أكثر، روسيا تتهم الآن مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة أوكرانيا بتطوير أسلحة نووية التي الآن رأتها روسيا مباشرة في تشيرنوبل، وهناك يعني كان نوعا ما مؤسسة طاقة ذرية كان مستحيل أن تعرف أن هناك سلاح نووي جد، لأن بالأصل هناك الإشاعات عالية في هذه المنطقة بسبب الحادث عام 1986، وخصوصا بعد تصريح الولايات المتحدة الأمريكية أن تخاف على المستودعات الكيماوية والجرثومية المخابر في أوكرانيا وفي كييف وفي خاركوف، هذا أدى إلى كارثة بروسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تخترق القوانين الدولية وتعمل مخابر محظة محظوظ عليها دوليا على الحدود الروسية. هون روسيا بدأت الآن بنوعا ما بتلويح السلاح، نوعا ما هذا السلاح تلوحه الآن في الملف الإيراني، يعني بالموضوع أنه هناك يبدد العقوبات، يعني تريد أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية أكثر على هذا الملف، يعني تضع سعر باهظ بما معناه. ونعلم جيدا أن المفاعل النووي في إيران هو تحت اختصاصي الروس، فهناك نوعا ما يعني أنت كان الولايات المتحدة الأمريكية كانت أن تؤدي بكارثة، يعني لو اليوم كشفوا، اليوم كان في جدا امر خطير لما وقع احد كمبيوترات الناتو بيد الانفصاليين الروس من جمهوريات الدنباس واللوغانسك، كان واضح العمليه العسكريه وكل التخطيطات العسكريه والبيولوجيه الموجود فيها. فروسيا الان بدات نوعا ما ان تريد ان تعرقل، ليست تعرقل ولكن تضغط على الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها، وخصوصا ان ايران يمكن أن توجهها نحو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا شيء جديد أنه إيران تثق بروسيا، وخصوصا أن لهم عدو مشترك هو الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، يمكن أن يؤدي نوعا ما إلى عمل اتفاق سياسي أو استراتيجي بين الطرفين على هذا الملف.
أعتقد أن بعض الأصوات في إيران التي تقول أن دعنا ما دعنا، هم يعودون أن يعودوا الاتفاق الأيام عصر الرئيس أوباما، الرئيس السابق أوباما، لما كان الأمور جاهزة واستفادت أوروبا جدا من الغاز والنفط الإيراني، هذا كان واضح. وبعد عاد ترامب وقطع هذه العلاقات وبدأ من جديد المفاوضات. روسيا لا تريد أن يفتح سوق آخر، وصراحة لا تريد الآن يعني هلا الوجهة الأوروبية أن يجوا يأتوا بسوق آخر الموارد الطبيعية، فروسيا هي لا تريد، فطبعا ما تريد أن تعرقل نوعا ما. يعني روسيا حمت عن إيران كثيرا وساعدتها كثيرا بكل مجالات بكل الأحداث الاقتصادية، فالآن يجب أن يكون في نوعا ما التمام بين إيران وروسيا بالنسبة لهذا الملف، فلن تعطي هذا التوقيع، يعني لن تعطي هذا الملف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سهولي، ستصعب عليهم المواضيع ويتم نوعا ما الخطر محدوق في الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الغربية. نعم دكتور إيري، إيران وبعد أن كانت عدو أو على الأقل خصمة لدودة للغرب، ربما سوف تصبح في قادم الأيام عنوانا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، وبدأت التحليلات هنا تتحدث عن ما تملكه من 80 مليون برميل يمكن أن يساهم في إيجاد مصادر طاقة بديلة وأيضا في استقرار الأسعار. إذن هذا الموضوع أصبح مطروحا الآن، لكن الأهم هل سوف تضحي إيران بعلاقاتها الاستراتيجية بروسيا كما قال أو تطرق إليه دكتور محمود قبل قليل؟ كلا، لا أعتقد ذلك، لأني أعرف كيف يتعامل الفرس وخاصة الإيرانيين في الدبلوماسية العالمية. فلتاريخ بلاد الفرس وإيران تاريخ دبلوماسي يعرف أن يتعاطى مع الجميع، ولكن خوف روسيا هو أن تنزلق وتخرج إيران نهائيا من التحالف معها، أي في تحالف ما أقوله وسميته من 2018 العالم الحر الجديد التي ترأسه موسكو، وتذهب إلى العالم التوتاليتاري، أي تصبح تحت طغيان الولايات المتحدة الأمريكية مثل الدول كثيرون الأخرى. كثيرون يروا المصطلحات هنا معكوسة على وجه الأرض، لكن هذا طبعا كل شخص له رأيه تابع بالطبع، ولكن اليوم نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تلعب البوليس الدولي العالمي، والتي هي تضع عندما تريد العقوبات، فهي تصور مثلا، كانت تصور إيران بالشيطان الكبير، ولكن اليوم إذا انتقلت إيران وأصبحت تحت الطغيان الأمريكي فستصبح إيران من الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية كما كانت في السابق، وإذا خرجت من تحالفها مع روسيا. فلذلك لا أرى أن من مصلحة إيران أن تخرج نهائيا من تحالفها مع روسيا، لأنها تعرف كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية، وللفرس درس لتاريخهم، وهم يعرفون كيف تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية مع الشاه البهلفي بعد الانقلاب في إيران، وكيف تركته، وتحدثت عن ذلك الأمبراطورة الشبانوف في كتابها عندما تركوا طهران وكان من الصعب أن يمكثوا، فاضطروا أن يمكثوا على باخرة في البحار، وتركتهم الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أعتقد أن إيران ستلعب لعبة الوسط بطريقة دبلوماسية، أي تبقي على تحالفها مع روسيا وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. وربما أريد أن أنقب على شيء مهم، من مصلحة روسيا ليست هي مصالح روسية فقط هي عدم السماح لإيران والنظر بطريقة سلبية لتعامل إيران ببيع الغاز والنفط إلى دول الاتحاد الأوروبي، لأن لروسيا مشروع ساوث ستريم الثاني الذي سيسمح لها أن تقوم ببيع ذلك إذا رفعت العقوبات عنها، ولكنها تخاف أن تخرج إيران من هذا الحلف التي هي ترأسه، وهناك الصين وهناك الدول الأخرى التي تحدثت عنها. سو جون بيير، كما يقال سبحان مغير الأحوال، يعني إيران التي كانت معزولة أصبحت الآن أكثر انفتاحا على الغرب مقابل عزلة لروسيا. هذا الأمر وأيضا احتمال التوقيع على اتفاقية نووية بشكل عام، كيف سوف يلقي بظلاله على تغير خارطة العلاقات والتحالفات الدولية برأيك؟
باختصار شديد أنا أظن على عكس ما قيل فيما سبق أن إيران ستتجه نحو مصلحتها الكبرى، وكما يقال إن في الشر خيار، يعني إعادة الاقتصاد الإيراني إلى السوق العالمية أهم من التحالف مع روسيا. إذا كانت هناك تحالفا هذا يجب أن ننظر في هذه المسألة بدقة كي نتأكد من ذلك. إذن أظن، وهذا ما قلت قبل قليل، أن على كل حال ما عدا كل الصعوبات، ومثل ما قال الدكتور إيلي، الإيرانيون يعني أحفاد الفرس هم ماهرون في الدبلوماسية وفي الاحتيال، يعني حسب ما يقال، فأظن أنهم سيختارون الأهم، والأهم في هذه الحالة هي مثل ما قلت مصالحهم وتحت تصالح مع المجتمع العالمي. مع العلم أن هناك مشكلة عويصة أخرى هي إسرائيل، ذلك يعني أن المسؤول لن تقبل بهذا الانفتاح على إيران، زار فلاديمير بوتين. نعم، لا شك وأنه تطرق إلى معالجة الحضور الإيراني العسكري عبر ميليشيات في سوريا، لأن مثل ما قال مسؤول إسرائيلي هذا الاتفاق كابوس مرعب لنا، يعني إذا وصلنا إلى اتفاق في النووي الإيراني القلق الإسرائيلي سيتبين بطريقة أو بأخرى. نعم دكتور محمود، يعني تتابع من خلال النقاش كيف هناك حديث أكثر فأكثر عن تقارب غربي إيراني، كيف تنظر روسيا إليه؟ وهناك بعض التحليلات التي قرأتها التي تقول إن إيران أيضا لن تقطع علاقتها بالشرق، هناك بديل لروسيا، هناك الصين التي ما تزال مقبولة دوليا وتستثمر عشرات مليارات الدولارات في إيران، يعني هي الرابح بالمعادلة هنا إيران. صديقي، أول شيء بدي أحيي الدكتور إيلي لما بقول قال العالم الحر اللي بتقوده روسيا، بالفعل هذا كلام صح، لأنه هو بالفعل هو العالم الحر، العالم الحر غير العالم الغربي الفاسد اللي شجع فقط النازير أن تورطوا في الدعم النازية في أوكرانيا ووضعوا الوسائل الإعلامية ضد الديمقراطية، هم بس فقط يدعموا النازية ويدعموا المثلية، يعني المثليين عفوا بعد اذنك، يعني هذا هو العالم الحر الموجود للاسف الشديد في الغرب. انا كيف شجعت لي بالنسبه لصديقي، طلع الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها ليست له اي كلمه اي مصداقيه، يعني الان بايدن الاداره بايدن تذهب اداره بايدن تجي اداره لو فقط رجع ترامب، عاد ترامب يقول هذا الموضوع كله ليس في مصالحي، شيء يروحه ياسم يقطع. من المفترض ان تكون الاتفاقيه الجديده ان تحتوي على بند لضمان عدم انسحاب امريكي مره اخرى، هذا ما تؤكد عليه ايران. الولايات المتحده الامريكيه كم ضمان عدد الروس قاعد توسع، كم توقيع وكم ضمان لك يا صديقي؟ الولايات المتحده الامريكيه تنسق اتفاقاتها كما تنظر الى منيو الاكل، تروح على المطعم تفتح المنيو بتاخذ اللي بدك اياه، خلينا نكون هيك بالعامي، وخلاص ترمي المنيو. أمريكا تأخذ اتفاقية تفتحها، تأخذ اللي بالنسبة إلها هو جيد، بالأخير تقول أنا ما وقعت على الباقي. هذا اللي حصل من الاتفاقات الروسية، والرئيس الروسي قال الأمريكان نصابين سياسيين يمكن أن يسحبوا من أي اتفاق بسهولة، يقول لك يعني يأتي ترامب يقول هي أنا أرمي هذا الاتفاق، إذا أتى أحد آخر أو خرف مع بايدن أتت هاريس يقول لا أريد هذا الاتفاق، يمكن أن يؤدي، يعني حتى الآن لا حدا يعرف بايدن كم سيظل في السلطة على هذا العمر، يعني كبير في العمر جدا. فيعني إيران بالسياسة كما قالوا ضيوفكم، يعني أول مرة في بشوف آراء مشتركة، الإيران يعني قويين بالسياسة والدبلوماسية، لا يمكن أن يضحك عليهم، معروفين، فيعرفوا جيدا، يعني أخذوها بعد ترامب من قبل ومن قبل، ليس هناك ضمانات للعالم الغربي، العالم الغربي بلطجية سياسية، كيف يعني حتى السعودية والإمارات لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما سرقوا أموال البنك المركزي الروسي. الآن السعودية ستبدأ قليلاً بقليلاً بخفض أموالها
في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإمارات. لذلك الإمارات والسعودية انتبهوا على التصويت، لأن السياسة الأمريكية وبعدها الغربية، اللي أعتقد الغربية لا يعني لا عاتب عليها، لأنه ليست لها سيادة. يعني الغرب ليس له أي سيادة، لا فرنسا ولا ألمانيا ولا صراحة يعني بشكل. فلما يسمى إيران ليست بالفريسة السهلة، لأن أن تصدق الأمريكا. فروسيا تحاول أن تشرح لإيران أن أمريكا ليست بالحليف الاستراتيجي، هي دولة كذابة. أريد أن أخذ جواب أخير قبل أن يدهمنا الوقت. أريد جواب أخير من دكتور إلي فيما يتعلق بجزئية إسرائيل خاصة والاتفاقية النووية، في حال تم التوقيع عليها ربما سوف تنص على عدم الكشف عن منشآت سرية يخصص فيها اليورانيوم، وهذا لن تقف إسرائيل أمامه مكتوفة اليدين، ربما أن ينتج عن كل هذا توتر جديد. كما قال ضيفكم، الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تتخلى عن حلفائها، وهذه هي هذا هو تاريخ الدبلوماسية وطريقة التصرف الأمريكي. فأعتقد أن إسرائيل ستتخلى عن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخلى عن إسرائيل وتتركها لوحدها. ولهذا السبب إذا لاحظتم الموقف الإسرائيلي في القضية الأوكرانية لم يكن واضح، وقد ذهب أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روسيا وتكلم مع السيد وعن الرئيس زيلينسكي لوجود حل، لأن إسرائيل تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستتركها. انتهى الوقت للأسف. أشكرك دكتور إلي حادم المستشار في الشؤون الدولية، كنت معنا من باريس، ودكتور محمود الأفندي أستاذ بأكاديمية العلوم من موسكو، وسيد جون بيير ميلالي خبير الشأن الشرق أوسطي في باريس. شكرا جزيلا لكم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.